أنا أظن بأنه نقاش مزيف ونقاش مفبرك، نقاش توجهه قوى جهنمية لحرف النقاش وحرف الذهنية المغربية عن المسار الطبيعي الذي ينبغي أن تفكر فيه. المرحلة التي نحن فيها اليوم بالنسبة مثلا للإعلام هي مرحلة تحريره من الفساد ومن الريع ومن احتكار مجموعة من الشركات للإنتاج الرديء وبمقابل خيالي من مال الشعب. فالذين حاولوا جر الموضوع من هذه النقطة التي حاولت مبادرة دفتر التحملات أن تحسمها إلى نقاش حول الفن وحول تعرية فنانة بقفطانها المفتوح لجزء من ساقها والحديث عن محاولة إكراه المغاربة على التدين عبر القنوات العمومية، هذا نوع من التغليط للمغاربة ونوع من صرف النقاش إلى مسارات يظهر فيه مجموعة من الناس على أنهم حداثيون وتقدميون وأنهم ضحايا الإرهاب وضحايا التهديد وضحايا دعوات القتل إلى آخره. وهذا النقاش المغلوط سبقنا إليه إخواننا في بلدان أخرى معروفة أيضا بتدينها وعاطفيتها وضحالة الوعي فيها، مثلا مصر كان روائي إذا فشلت روايته في السوق ولم تباع يأتي بشيخ من شيوخ الأزهر مرتزق ويعطيه مال ويطلب منه أن يشتمه ويكفره ويدعوه إلى قتله على منبر الجمعة، وبعد ذلك تباع الرواية. فهناك أناس يريدون أن يسوقوا رداءتهم الفنية ورداءتهم الأخلاقية ورداءتهم الإعلامية عن طريق جر الإسلاميين مثل ما يجر الثور الأحمر إلى الثور المصارعة إلى اللون الأحمر لكي يلقى حتفه. نحن نريد أن نناقش الأمور في إطار أننا نريد أن نكون دولة قانون ودولة حقوق ودولة مؤسسات، وأن نحسم مع هذا الفساد الإعلامي ومع هذا الريع الإعلامي بوضع دفتر تحملات يوقف هذا الريع ويوقف هذا الاحتكار. كل انصراف إلى هذه الجزئية التافهة إلى ساق عارية أو شخص يفطر علنا في غابة في ضواحي المحمدية يثير إشكالات ويثير غبار ويأتي بالشجرة التي تخفي الغابة. لست مع النار في الطريقة التي رد فيها على المختار الغزيوي، لست مع المختار الغزيوي فيما قال، لست مع هذا النقاش، كلنا النقاش مغلوط. أما إدخال موضوع الحريات الفردية هنا فليس له معنى، لأن الإشكال فيما يتعلق مثلا بالإفطار أو بالعلاقات الجنسية المحرمة ليس إشكال حرية فردية، وإشكال حرمة مجتمع وكرامة مجتمع وعقيدة مجتمع وضمير مجتمع وإشكال استفزاز هذا المجتمع في ذلك. أما الممارسة الفردية فلا يوجد عندنا لا في الإسلام ولا في الدولة المغربية ولا في المجتمع المغربي عقلية محاكم التفتيش. ليس لنا شخص يتشمم أفواه الناس في نهار رمضان ليعلم هل أكلوا في النهار أم لم يأكلوا، ولكن فرق كبير بين أن يمارس الشخص حريته الفردية في أن لا يصوم وبين أن يخرج إلى الشارع بعد أن يعلن عبر الشبكة العنكبوتية عن يوم معين ويتداعى أفراد إلى مشهد استعراضي استفزازي وهي عبارة عن فقاعة لأنه في نهاية المطاف 5 أو 6 من الأفراد ليجلبوا وراءهم لعنات الإسلاميين ويتحولون إلى ضحايا وإلى أبطال. لأنه الإيمان بالله وهو الركن الأول في الإسلام والذي هو أعظم من الصلاة وأعظم من الزكاة وأعظم من تحريم الزنا، الإيمان بالله لا أحد يفرضه عليك، ويمكنك أن تكون ملحدا وكافرا بالله، لكن فرق كبير بين أن تكون ملحدا وبين أن تطرح على الشبكة دعوة إلى يوم معين تجتمع فيه مع جماعة من الناس وتأخذ المكبر صوت وتشتمون الله أو تقولون نحن كفار نحن ملحدون أيها الشعب المغربي اجتمعنا اليوم لنقولها. فرق كبير بين أن تحتفظ بحقك في أن تكون ملحدا وبين أن تقوم بمظاهرة من أجل إعلان ذلك. فيبدو أنه علينا أن نميز بين أمرين، بين الحق العام بين الحرمة التي للدين في نفوس الناس والتي لا يريد أحد أن تستفز ولا أن تمس، وبين حق المواطن بين ذهب حيث ما شاء وأينما شاء ويأكل كما شاء أو يفطر كما شاء أو يعتقد كما شاء. الصلاة أهم من الصوم 1000 مرة في الإسلام. نصف المغاربة بإحصائيات رسمية لا يصلون، لا أحد يمكن أن يكلمهم، ليس عندنا طالبان تأخذ الناس بالعصي عند أبواب المساجد. ولكن تخيل معي لو أن الناس دخلوا المسجد ليصلوا، جماعة دخلوا إلى مقهى ليشربوا الشيشة أو يشربوا الدخان، ثم وسطهم 5 من الأفراد يصرخون أباب المسجد لا نريد الصلاة لن نصلي، الصلاة تخلف طقوسية إرث من عصر السحر. ففرق كبير بين هذا وهذا. في مصر الأقباط دون أن يكرههم أحد ولا يعقل أن يكرههم أحد على الصوم لا يعلنون الإفطار في الشارع
هناك نوع من الاحترام للشارع الجيران في المجتمعات الشرقية المحافظة. المسيحيون منهم لا يعلنون إفطارهم، وبينما من يصوم حتى بالعادة يصوم احتراما ل 99% أو 95% من المسلمين. هذا راح لاحظناه في الأردن، ولاحظناه في العراق، ولاحظناه في سوريا، ولاحظناه في فلسطين. تتصور أنت هذا في غزة مسيحيين؟ لا أحد يتصور هذا. يوجد في غزة مسيحيون وعندهم كنائس ويعلقون صلبا، ولكنهم لا يجاهرون الإفطار دون أن يمنعهم أحد من الإفطار. أما في المغرب فكل من يمر على محطة المكدونالد التي هي في نفس الوقت أصبحت مقرات رسمية لعبدة الشيطان، لست أدري ما هذا الاقتران العجيب، وليس لي عنده ليس لي تفسير، ولكن هذا الذي حصل. مقرات المكدونالد الناس يدخلون إليها في الساعة 12 وحدة ويخرجون في أيديهم معلبات ضخمة، ونحن نعلم أن هذا الطعام يفسد بعد ساعتين، وأكيد أنهم أخذوا ليأكلوا في الساعة الواحدة في بيوتهم أو في سياراتهم أو عند الخلاء أو عند الشاطئ. فالفرق هو بين من يريد أن يمارس حريته، ومن يريد أن يستفز الشعب المغربي في الحرية الجماعية التي يمارسه من خلالها الدين منذ 12 قرن أو 13 قرن. هذا هو الفرق.